أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الفترة المقبلة ستشهد عقد لقاء أسبوعي مع الوزراء والجهات المعنية والمسؤولين عن تنظيم مؤتمر الاستثمار الذي ستستضيفه مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل. وخلال اجتماع لمتابعة الاستعدادات لعقد المؤتمر، أكد مدبولي حرصه على الاستماع لرؤية ومقترحات ممثلي القطاع الخاص بما يحقق المستهدف منه ويسهم في إخراجه بأفضل صورة ممكنة، لا سيما أن المساحة الأكبر في هذا المؤتمر ستفرد للقطاع الخاص من الجانبين المصري والأوروبي، وهذا هو الهدف الرئيسي لعقد هذا المؤتمر.